كلامه خلاص يا ما سمعنا كلامه خلاص بطل كذب كل دقيقة بطل كذب كل دقيقة كل الشعب الحقيقة كل الشعب الحقيقة قال لك ايه قبل ما يمشي سعادة البيت قال لك ايه قبل ما يمشي سعادة البيت صبر وقاعد يتفرج كده سمعنا صوت يا جماعه واللي قاعد بيأذن ونكمل كده يتكلم معانا احنا مش قاعدين يا جماعه انت حب الشعب وبحب مصر اكتر معانا نسمع صوتكم يا جماعه احنا بنهتف مش عشان تسلي وقتنا احنا بنهتف عشان احنا ناس سلميين احنا بنهتف عشان الهتاف هو سلاحنا ما نمتلكش غيره بنهتف ما معناش ولا بنادق ولا رصاص ولا كلام مثيره للدموع بنهتف عشان الهتاف هو سلاحنا الهتاف هو سلاحنا الهتاف هو سلاحنا ضد الناس اللي بتذبحنا ضد الناس اللي بتذبحنا مش عايزينك وبإخلاص